بارك الله فيكم. وهذه سائلة تسأل عن ماذا يجب عليها ستره في أثناء الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاتها في بيتها أو خارج بيتها من ناحية الستر، أفتونا مأجورين. الصلاة لها لباس خاص، يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها فقط، إذا لم يكن عندها رجال أجانب فتكشف وجهها، أما إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها وسائر بدنها سواء كانت في البيت أو خارج البيت. نعم.